واستمرار فرجاني ساسي مع نادي الزمالك من وجهة نظري عامل زي عمود الخيمة، عامل زي عمود عمارة، لان انت بتتكلم ان فرجاني خلال سنتين ثلاثة مع الجيل اللي موجود انت هتبني على الجيل ده، تلعب بطولة افريقيا، تلعب اللي انت عايز تعمله مع وجود رزاق سيسي حميد احداد، يعني ربنا يوفقه بقى ان شاء الله كده في المغرب، ربنا يكرمه ان شاء الله ويكسر الدنيا في هناك. طيب هايل هناك هو بيكسر هناك، خلي بالك في الزمي كمان هيصدر خبراته المجموعة. ربنا يروح يكسر هناك، ربنا يوفقه حميد احداد على رجاء هداف له كل توفيق هو في المغرب، والمسلوسي ربنا يكرمه في تونس ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله ربنا يكرمهم هما الاثنين، ورزاق سي ورجع ونجم يبقى موجود، الجزيري فرجاني ساسي نخلص الموسم. بتتكلم بتتكلم على اربع لعيبه من التقال ده منتخب مع افريقي، ادي كده خمسه ده منتخب افريقي. ايه منتخب افريقي؟ ركزوا معايا، رزاق سي سي طبعا منتخب، تخيلوا تخيلوا معايا انه في الملعب مع بن شرقي منتخب المغرب، مع سيف الجزيري، مع فرجاني ساسي، الاثنين تونس، مع هناك منتخب افريقي يعني، ومصطفى فتحي اللي طايح، ومصطفى فتحي اللي النهارده النهارده بيحط ضربات الجزاء وبيضحك، يعني النهارده مصطفى فتحي داخل في كوره في انا عايز اتكلم برضه على الماتش ده، البنك الاهلي وسموح لا دول راضيين على الحكم ولا دول راضيين، وهنا اتحسب ضربتين جزاء فيهم كلام، وهنا اتحسب ضربتين جزاء فيهم كلام، ما زي الاهلي ما بيرضاش ابدا. مصطفى فتحي داخل بيهزر يعني، حتى بيضحك وبيهزر وبتاع، لعيب كوره لا ده ما اعرفش ازاي باتشيكو ده عمل جرايم مع نادي الزمالك طبعا، مشاه هو ونجم من نادي، وقعد حميد احداد لغز علل في حته كان اتكلم فيها الكابتن طارق وانت يمكن اثرتها من اسبوع يا احمد، باتشيكو مدرب العاب فعايز ناس تجري وناس تهد وبيفرح بالحاجات دي، والله هو باور اساسا، هو كان كده بادي بيلد، هو كان كده دي كانت تركيبته بتاع كوره يعني، مش عاوز ناس مهاريه يعني. بقى وتلعب وتخلص لك الماتش، هو عايز ناس تقعد تتخانق وتضرب حد يمشي مصطفى فتحي ومشي، لا بس ده ما ينفعش مع فريق فيه شيكابالا وبن شرقي وساسي كلهم مهارات، كلهم يا كابتن فضلك الدكه، شيكابالا لعب مع كارترومبا لحته منتصر تكافؤ الفرص انت اتكلمت عنها كتير، وانا الحقيقه سيبني يعني اضم صوت الكابتن محمود الخطيب، لانه الحقيقه يعني كثيرا ما نادى بتطبيق مبدا تكافؤ الفرص، انا معاك جدا يا كابتن محمود، لازم يبقى في تكافؤ فرص في الدوري المصري، وانا هنا هتكلم عن ثلاث محاور، المحور الاول اداره الزمالك الحاليه مطالبه بعدم اللعب باي مباراه قبل الاهلي يلعب مباراه مؤجله، لو عملنا فلاش باك الموسم الماضي الكابتن محمود الخطيب اصر او اللي قبله انه مش هيلعب مباراه الا لما الزمالك يرجع من افريقيا ويكمل ماتشاته، ده يوم الوزير راح له بالظبط، لما راح له في الجونه، هو راح له في الجونه الموسم لما رفض كان الماتش اللي عليه بيتكلم على زياره المنزل، ايوه ايوه هي في نفس الموسم الجونه لما كان المفترض الاهلي والزمالك هيلعبوا، فالامن راح مأجل الاهلي والزمالك، راح فقال لك لا المفترض الاهلي